له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقوم من الآمنين وهون عليه الحساب واستقبله الملائكة. فإذا انصرف شيعته إلى منزله، فإن مرض عليه وإن مات فبعيد الاستغفار إلى قدر الشأن. والتقرب إلى الله بالتعبد فيها. أما الصائم وبهذه الحلقة اليوم البرنامج قدمها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. شكرا لكم وفي أمان الله.